السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. حلقتنا اليوم من نواحي مدينة طنجة، فواحد الفيلاج كان تابع ليها. ملي كان واحد الناس غادين الصباح بكري السوق الأسبوعي، فإذا بهم مع الصباح بكري غادين كيلقاو واحد الجثة جنب الطريق، جثة ديال واحد الشاب. قربوا ليه كيلقاوه مطعون عدة طعنات. تخلعوا من هاد المنظر هذا، مشاو كيجريو على الجدارمية. لي جاو على المكان كيعاينو هاد الجثة، كيعاينو مسرح الجريمة، كيسولو الناس اللي يكتشفوه، الناس اللي يلقاو ملمومين تمايا عليه. واش كتعرفو هاد السيد؟ تا واحد ما كيعرفو، لا ربما قالو الجدارمية ودوك الناس، اما يكون ولد المدينة مدينة طنجة او لا شي دوار من غير هاد الدوار. كيقلبو ليه حوايجو. هاد الشاب هذا عندو لاكارت ناسيونال، عندو ورقات والتوبوتية، عندو شي فلوس في جيبو، يعني القضية ما كتعلقش بشي سرقة او لا شي اعتداء، وانما هذه انتقام او لا تصفية حسابات، شي حساب مصفيه مع شي واحد. الحاجة اخرى، كيعرفوا الجدارمية ان هذا ماشي مسرح جريمة، وانما هذا تقتل في مكان اخر عجبو لاحوه هنايا. علاش عرفوها؟ لان الارض ما كانش فيها الدم، يعني بقعة ديال الارض الى تقتل غادي يكون تحت منه الدم، هنايا ما كانش الدم، وانما الدم كان غير في حوايجو والجسم ديالو فقط، واثار تاع الجران في الارض باديه تمايا. شي واحد جارو سو حتى شدك على راسو من اللور، باين اثار ديال الجران وحوايجو تا هما مجرورين في التراب وداكشي. هزو هاد الشاب هذا اللي سميتو نبيل وفي العمر ديالو 28 عام، كما قلنا لقاو عندو لاكارت ناسيونال، دابا ما نحتاجوش لها بصمات لنقلبو على شكون لا والو. داو المستودع البلدي الأموات. الطبيب الشرعي ملي عاينو شرح لي الجثة ديالو، كيتضح أنه تلقى 10 ديال الطعنات بالموس كاملين قاتلين، لأن جات على مستوى الكرش والصدر والعنق كاملين، الله يحفظ، خطيرين. هي هاديك عاود قال ليهم الطبيب واحد المعلومة، قال لهم السيد هذا راه شارب، اللقطة اللي تقتل فيها راه كان فوت في الشراب، كان شارب بزاف، واحد الكمية كبيرة بزاف. وهذا الشيء هذا كيأكد الهضر ديال الجدارمية اللي قالوا ان هذيك البلاصه ماشي مسرح الجريمه، فين تلقى الجثه ديالو مرميه، لانك كان هذيك البلاصه الاصليه فين تلقى هي نفسها فين تقتل فيها، كنا غادي نلقاو القراعد والشراب اللي كان كيشرب فيهم. ما يمكنش هو كان سكران على حساب الطبيب وما كان لقر على والو تمايا. حاجه اخرى قال لهم الطبيب هو ان هاد السيد هذا راه تقتل مع جويه 12 الوحدة تاع الليل بحال هكاك، 12:30 الوحدة ونص 12 بحال هكاك، هذا هو التوقيت الزمني ديال القتل ديالو. كيتضح انه ولد الدوار اللي حدا هذاك الفيلاج فين تلقى مرمي، يعني ماشي ولد هذاك الفيلاج وانما فيلاج حداه، مشاو ليه السكنة ديالو. كيدقو كيلقاو السيد ساكن مع والديه مو بوه، اختو كانت مزوجة ومطلقة عايشة معاهم في الدار. هاد نبيل اللي تلقى مقتول ما كانش مزوج وانما كان عازب. كيسول والديه البركة في راسكم، راه ولدكم البارح حنا لقيناه مقتول في البلاصة فلان فلانية. صافي بوات صدم، مو سخفات، ختو بقات كتغوت، واحد الحالة يرثى لها. هي هاديك الجدارمية هزو والديه وختو قدوهم لبريكاد باش يحقوا معاهم، لربما يعطوهم شي معلومات مفيدة باش يوصلوا لهاد القاتل او القتلة المحتملين تاع هاد نبيل. هضروا مع الاب ديالو، قالوا ليه قول لينا نبيل ولدك فاش خدام. قال لهم سيدي ولدي خدام ميكانيك، فينا بلاصة عندو المحل. قال لهم ما عندوش محل وانما خدام مع واحد السيد، فينا بلاصة في مدينة طنجة. مزيان، وكدير الاخلاق ديالو؟ وسيدي مزيان، ولدي نبيل الله عمرها دار معاونا على الزمان، معاون اختو اللي مطلقة وعايشة معانا، وما عمرني شفت عليه شي حاجه. قالوا لي الجدارمية واش كتعرف عليه شي اعداء مخاصم مع شي واحد، شي واحد باغي ينتقم منه، عمرو الدار مع شي واحد؟ قال لي بوه لا، بالعكس ولدي نبيل الله عمرها دار وعندو صحابو عاديين، يعني الله عمرها دار، كيمشي للخدمة الخدمه للدار، الدار الخدمه، ما انا شخصيا ما عارف ليه والو. اخبارك الشريف بان ولدك لقيناه سكران ملي تقتل؟ صافي هنايا الاب تفاجئ، قال لي مسكران ما يمكنش، ولدي نبيل ما عمرني عرفتو كيشرب. قال لي ما سيدي راه لقيناه سكران. قول لينا كتعرف عندو شي صاحب ولا شي حاجه؟
عندو صاحب واحد، شكون هو؟ مسعود. مسعود في كيسكن هاد مسعود هذا؟ كيسكن هو الفيلاج ديالنا، كيسكن غير حدانا. هذاك صاحبه من ايامات الصغار، وقرا معاه واي حاجه كيديرها معاه ما كتفرقش معاه، كيجي عندو للدار الاخر كيمشي عندو. مزيان، عطانا العنوان ديالو، عطاهم الاب العنوان ديال هاد مسعود هذا. عيطوا على الام ديال هاد نبيل المتوفي، قولي لنا لاله، واش ولدك عنده شي عداوه مع شي واحد؟ نفس القضيه اللي قال الاب، ولدي الله يرحمه ما كان عرف لي حتى شي حاجه خايبه، ولدي الله عمرها دار الخدمه للدار، دار الخدمه رزاوني فيه، الله ياخذ فيهم الحق. قالوا لها جدارميه، كتعرف يا لاله بان ولدك لقيناه سكران، راه كان شارب هذيك الليله اللي تقتل فيها؟ لا لا ولدي، لا ما كيشربش. لا راه كيشرب، هادشي اللي قال لنا الطبيب، كان سكران وكان فوت كاع في الشراب، وإلا كان كيشرب خزن عليا أنا. المهم لا أنا لا بو على أختو عارفينو كيشرب. الله أعلم أسيدي، ما نقدرش نقول لكم شي حاجة. عاود لينا، واش عندو شي صاحبه ما كتفرقش معاه؟ عندو، شكون؟ مسعود. تاي قالت نفس الهضرة على مسعود، راه هو الصديق الانتيم ديالو اللي ما كتفرقش معاه. جابو اختو نفس الهضرة اللي قالت مو بوها، خويا راجل مزيان دار الخدمة، الخدمة للدار والمعيل ديالنا، الله ياخد الحق في هذا اللي قتلو. شكون صاحبو؟ فلان مسعود. مزيان، والبارح بات في الدار؟ البارح لا ما باش في الدار، هو موالف ما كيباش في الدار. واش نقول لكم اسيدي، هو مرة ما كيباش في الدار، ما كنقول راه في طنجة غايب عند شي صحاب ولا شي حاجة، اولا كيمشي عند مسعود يبات معاه. حنا مولفين في هاد القضية مرة. هادي الاقوال كانوا ديال والديه واخته، هي هاديك. دابا جدارمية خاصهم يمشيو يقلبوا على هاد مسعود يجيبوه، لانه هو الصديق اللي قريب لهاد المرحوم تاع نبيل. مشاو وجابوه من العنوان ديالو، عيطوا ليه جا لابريكاد كيسولوه كيستنطقوه. قول لنا اش كتعرف لهاد نبيل صاحبك؟ نبيل سيدي راجل مزيان، خدمة ديالو ميكانيك في طنجة، هو اللي كيصرف على والدي واختو اللي مطلقة في الدار. هو صاحبي ما عمر دار، اش اللي كنعرف عليه؟ ما كتعرفش شكون اللي يقدر يكون قتلو بهذيك الطريقة؟ لا سيدي ما كنعرفش، هو اللي ما يمكنش على تا صاحبه ولا قريب، وما يمكنش مازال والدي نقولو كيخبي عليهم. وانت اكيد كتشرب معاه، حتى قول لنا بعدا كتشرب. لا سيدي ما كنشربش، هو كان كيشرب. مين كيجيب الشراب؟ وكل مره مين كيجيبه؟ مره يجيبه من المدينه، مره كيطلع هنا للقرابه هنايا، ما عارف كل مره مين كيجيبه. صافي، ما كتعرفش شي واحد يكون باغي ينتقم منه، حاقد عليه شي حاجه؟ لا لا سيدي لا، قول شوفو كان. لا والو، ما مش نقول لكم هادشي اللي كان، هادشي اللي كنعرف ليه. راه قلت لكم انا ما كنعرف ليه حتى شي حاجه اخرى، هو صاحبي اللي قريب ليا، نجمعو ونحضرو كيشرب كنريح معاه، ولكن انا راه ما عمرني ما شربت معاه. وفين كيشرب؟ فين الاماكن اللي كيريح فيها باش يشرب؟ واش نقول لكم اسيدي، كان كيريح واحد الخربه جنب الفيلاج، خاليه هذيك الخربه ما فيها حتى شي واحد، كيمشي لها غير هو تقريبا. كان مشي وكنريح، وكيبغي هو يضرك على ولاد الفيلاج ويضرك على والديه، ما باغي حتى واحد يعرفو كيشرب. كيمشي تما يريح، كيدي القرايح ديالو، مرة كنمشي ونتو ورينا هاد البلاصة اللي كيشرب فيها. مشى داهم هاد مسعود هاد البلاصة اللي كيشرب فيها نبيل، دخلو نيت لهاديك الخربة، واحد الدار مهجورة وعليها شي ربيع وشي حاجة، في جنب الفيلاج تما في الفوق. دخلو كيلقاو جدارمية نيت أتر تاع واحد بحال شي بركة، بحال شي صنادق فوق منهم كارطون ولا شي حاجة، بحال شي وحدين كانوا مريحين. قال لهم هنايا فين كنريحو، موالف كنريح أنا وياه. وآخر مرة فاش كان نهار فلان فلاني، نهار فاش تقتل هداك نبيل، كنت مريح معاه؟ لا ما كنتش مريح معاه. شوفو كان، لا فعلا ما كنتش مريح معاه. لا، وفين كنتي انت هذيك الليلة؟ وكنت في الدار قضيت الخدمة ديالي. اش كدير انت بعدا؟ كنبيع نشرب الحوت. فينا بلاصة؟ في السوق فلان فلاني. مزيان، فين كنتي؟ وسالي الخدمة ديالي، مشيت القهوة ومشيت للدار نعس. علاش دخلت للدار؟ هو مع جويه 8 بحال ما هكاك. بالتفاعل؟ بالتفاعل. مزيان، كيقلبوا الجدارمية البلاصة اللي وراهم مسعود، كيلقاو لاطر تاع الشراب، ولقاو واحد القراعي شيخاوي شي باقي فيه الشراب.
هزوا هاديك القرايج على الشراب وداك الشي، داوهم المختبر باش يشوفوا البصمات ديالهم، لا ربما يلقاو شي بصمة أخرى من غير ديال مسعود، أو لما نشوفوا ديالهم ولا لا. مشاو النتيجة كتجي ديال البصمات بأن القراي كاملين فيهم بصمة واحدة وهي ديال مسعود، يعني مسعود كان هنا غير بوحدو هو اللي شرب. وكيلقاو عاوتاني حاجة أخرى، كيلقاو أطراس تاع الدم، الدم تما نازف بزاف تمايا، والأثر تاع الجران بحال مسحوب. هزو داك الدم تا هو قارنوه بالدم ديال نبيل، كيلقاه هو نيت فعلا نيت، يعني تخميل اللي عطاه الجدار من المرة الأولى البلاصة فين تلقى الجثة ديال نبيل ماشي هو مسرح جريمة، وإنما تقتل في هاد البلاصة في هاد الخربة وتجر تهز ولا هزوه ولا شي حاجة ولا عناية باش يموهو الجريمة ديالهم هادو اللي داروها أو هادو اللي دارها. المهم هداك مسعود ما هذه هي البلاصة الحاجة الوحيدة اللي فيها الجدارمية بها، لأن البلاصة ديال الشراب فين كان موالف يشرب وأن مسرح الجريمة لقاوه الحقيقي فين تقتل هاد مسعود، ولكن ما عطاهم حتى شي معلومات أخرى مين يبداو البحث. كيمشيو للدار ديال مسعود كيسولو الوالدين ديالو، ولدكم نهار فلان فلان يعني هذا مسعود بات هنا في الدار عندكم؟ أييه سيدي بات، بات الليلة كاملة ما خرج ما والو، ودخل مع جويه التمنية تعشى صافي نعس في الصباح وخرج مشى الخدمة ديالو صافي، يعني مسعود ما عليه حتى شي حاجة، طلقوه في حالاته. ولكن الجدارمية راه ما لقاو حتى شي حاجة، ما شكون اللي قتل هاد نبيل هذا؟ الوالدين كيقولوا ما عندو الأعداء لا والو، مسعود صاحبه اللي قريب ليه كيقول كيشرب غير بوحدو، ما عارف شكون اللي قتلو، تا واحد ما عارفو آخر مرة مع من كان، مع من دابز والو، يعني الجريمة بقات غامضة وما عارفو شكون اللي يكون قدر يقتل هاد نبيل هذا. بقى البحث خدام 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 خدام، دازو تقريبا واحد 2 أسابيع والو ما عارفو عليه حتى شي حاجة. واحد النهار وبما أن الروح السيد عند الله مولاه يبان يبان، غتوقع واحد الصدفة غريبة. واحد النهار هاد مسعود هذا غادي يكون كيبيع شريف الحوت كيف العادة الطابلة ديالو في السوق، غادي يوقع ليه نقاش مع واحد 2 خوت تا هما كيبيعو تما يعدو مع طابلة ديال شي حاجة أخرى كيبيعوها، النقاش تزايدو في الهضرة غادي تضاربو. هادوك 2 خوت واحد سميتو عبد المالك وواحد سميتو بشعيب، غادي يتحاماو على هداك مسعود وغادي يعطوه واحد القتلة ديال العصا. هنايا غتكبر القضية وغيجيو الجدارمية وغادي يقول ليهم اودي هادو راه تعداو عليا وكذا وكذا وانا ما غاديش نسمح في حقي وكذا، قالوا لي جدارمية. المهم جا ديك العربية وشدوهم كاملين وداوهم لابريكاد. ملي داوهم لابريكاد اش ولا يقول ديك مسعود، ولاو مدابزين معاه وقالوا حنا غنمشيو نديرو شواهد طبية وتا هو ضربنا وكذا وكذا، ولكن هو مسعود قال لهم نتوما ما فيكم خير، انا كنت حامل عليكم واحد السر اللي هو خايب بزاف وخطير، كنت ساكت ودار الطم، ودابا نتوما يتعديتو عليا وحصرتوني في رزقي وبغيت تحيدوني من السوق وكذا وكذا، انا غادي نخرج عليكم غنصيفطكم الحبس. مشى كيجري عند الجدارمي قال لي بغيت ندوي معاك، قال لي جلس تما جلس تما تنساليو الخدمة ديالنا وغادي نتنطو لكم نتوما، قال لي لا لا حاجة ضرورية ومستعجلة خاصني ندوي معاك. دخلو عند الضابط قال لي ريح، قال لي هذا راه بغا يقول شي حاجة، قال لي هذاك نبيل اللي تلقى مقتول هادي واحد 2 سيمانات ولا 3، قال لي مالو، قال لي راه هادو هما اللي قتلوه، قال لي شكون، قال لي هاد الخوت عبد المالك والاخر ابو شعيب، قال لي مأكد من هاد الهضره هادي، قال لي مأكد هما اللي قتلوه، وقال لي ياك تا سولناك في الاول وقلت لينا راه ما كتعرف شي واحد وانك هذاك النهار ما شفتي حتى شي حاجه ما عارف والو، ماك دابا قلبتي الهضره. قال لي انا ما بغيتش المشاكل والصداع وهادو صحابي حتى همايا وما بغيتش ندخل هاد النزاعات الخاويه، ولكن دابا ملي تعداو عليا وبغاو يحيدوا لي طفش الخبز اللي بغيت نعيش بيه صافي ما بقى ما يتخبى ليها ليها مزيان. الجدارمية هنايا ناضو وجمعوهم كاملين في بيرو واحد، قالوا لي دابا نساو عليا نضاربه وندابزه وكذا وكذا، دابا غندخلوا للصح. هاد السيد اللي هو مسعود كيتهمكم نتوما عبد المالك وبشعيب بانكم قتلتو نبيل فلان فلاني نهار بالتوقيت وكذا وكذا. قبل ما نعرفوا شكون هو هاد عبد المالك وهاد خوه بوشعيب،
نعرفوا شنو هي الصلة ما بين هذاك عبد المالك وما بين هذاك نبيل اللي مات الله يرحمه. الصلة هي كالتالي، أن هذاك عبد المالك اللي قتل دابا ولا معروف هو اللي قتل هذاك نبيل، كيجي هو راجل اختو، راجل خت نبيل اللي مطلقة حاليا وباركة معاه في الدار. هذيك خت نبيل كانت مزوجة بهذا عبد المالك وطلقات منه وجات ريحات في الدار. ملي طلقات منه بقات مريحة، ولا كيجي عدا ودار معاه عاوتاني العلاقة، ما بغاوش العلاقة الحلال، باغين غير الحرام. ولات كتخرج معاه وكيركبها في الطوموبيل وكيمشي ويدور مع روسهم ويدوروا هنا وهنا وهنا ويرجعوا في التخبية. كل شي عارفة، عارفة هذاك صاحب نبيل اللي هو مسعود، عارفين شي ناس آخرين، إلا هذاك نبيل ما في خبار والو. طيب الحلوة ما يرضاش بيها، لأنه كبغى مراته يرجع بالقانون وبالحلال تولي مراته، يديها فيما بغى تاني. المهم قال لي هاد مسعود، دابا جا دارمي كيهضروا مع مسعود، قال لي ما ودي انا كنت عارف ان اخت نبيل كتخرج معاه داك عبد المالك، كتخرج معاه وتجي معاه وهي ماشي مراته، كانت مراته ولكن دابا ماشي مراته. شحال من مرة بغيت نقول لنبيل ولكن كنقول ما بغيش الصداع، ما بغيش المشاكل، اللي يقول هذا غير جبت لي الصداع كذا كذا، كان ما عمرني قلتها ليه. واحد النهار كنا مريحين في البلاصة اللي كيشربوا فيها، ولكن ما كانوش داخلين للخربة، كانوا خارجين على برا، يلا غي يدخلوا يشربوا، يلا غي يدخل يشرب هذاك نبيل، لان داك مسعود ما كانش كيشرب، يلا غي يدخلوا. بانت لي هذاك مسعود الطوموبيل ديال عبد المالك هو هاز فيها خت نبيل. مسعود قال الجدارمية انا ما كنتش باغي نقولها ليه، ولكن ديك الساعة ملي بانت لي وبانت لي غادا كتخبى معاه في الطوموبيل، قررت انني نقولها ليه ونفضح القضية. قلت لي شوف نبيل، شوف اختك راها راكبة في الطوموبيل مع عبد المالك طالق ديالها. هو يتلافت هو يشوفها فعلا نيت، هو يتبعهم، ولكن دي ما راه الطوموبيل. هما شافوه بقى كيعير في داك عبد المالك، وقال لي والله بقات فيك، والله تنوريك، والله نفعل لك نترك لك، وكيعير في اختو، قال لها بلاتي تنمشي للدار نوريك. المهم بقى كيسب فيهم، ما زادوا في الطوموبيل. قال لي صافي ريحنا شربنا. داز تقريبا واحد ساعتين ولا ساعتين ونص، حنا مالكين كنشربوا في هذيك الخربة. كيشرب غير هو، ماشي مسعود ما كيشربش، كيشرب غير نبيل والاخر مجمع معاه. واحد اللحظة قال لي مسعود تا كيبان لي هاد عبد المالك وهاد خوه بوشعيب جايين قاصدين هاد الخربة فين كان فين كيشرب نبيل، توقفوا علينا. قال لي هذاك عبد المالك قال لنبيل، قال لي ما قبيلك انت كتسب فيا وتعاير فيا، وانا غادي في الطوموبيل وراكبه معايا اختك راه مراتي وبحال مراتي وغنتزوج بيها وكذا وكذا. الاخر مع سكران وما عاقلش، ما عرفش كيقول، تزايد معاه في الهضره، قال لي كو بغيتي هاك وجيتي للدار وكذا وكذا. المهم تزايدوا في الهضره، هو يشدو هذاك عبد المالك شنق ليه، الاخر تا هو يزيرو وبقاو عليه بالعصا. قال لي هذاك مسعود انا تخلعت من هذا المنظر هذا، وعرفت القضيه كبرات وانا نهرب، هربت وخليتهم تمايا. هادشي اللي وقع باش عرفوا الرجل هذا صاحبه الصديق ديالو ما كيتفرقش معاه، وقفوا عليه دوك الجوج، بداو كيخليو ليه في دار بوه، هرب وخلاه. المهم هنا قال لهم مسعود هادشي اللي كنعرف، ما شفتهمش من اللي قتلوه، ولكن راه هما اللي قتلوه اكيد. جدارمي عيطوا على هذاك عبد المالك وبو شعيب، جابوهم قالوا لهم الاقوال ديال مسعود، اش كيقول. هذاك عبد المالك اللي هو الطالق ديال اختو، اخت نبيل، قال لهم هاد الهضره صحيحه فعلا نيت، انا ملي طلقت فلانه اخت نبيل دازت الايام، مشيت عندها ودرت معاها علاقه، وليت كنخرج معاها هنا وهنا، شافنا واحد النهار في الطوموبيل بدا كيسف فيا وعاير فيا، انا مشيت ديت اختو ورجعت ليه، جبت معايا ابو شعيب خويا ورجعنا ليه الخربه فين كيشرب وضربناه. ولكن راه ماشي خويا، راه ما عندو حتى شي علاقه، راه انا بوحدي وغير برا اخوه. ولكن جدار ميزيرو وقال لي شوف بلا ما تحاول دير فيها بطال وتبرأ اخوك ولا شي حاجه، انت وياه مولين الجريمه، غير اعترفوا احسن ليكم. المهم زيروهم جدارمية اللي حتى اعترفوا، باش اعترفوا بالهضره اللي قال هذاك مسعود صحيحه فعلا نيت، وملي هرب هو مسعود خاف من الصداع والمشاكل هرب في حالاته، وهما ايش داروا بقاو مضاربين معاه، ولا اخر سكران ما عقلش. واحد اللحظه هذاك شعيب
شد داك نبيل، شدو من الله وزيرو، زير ليه يديه وشدو من عنقه، والله خرج بالدلموس وبقى كيطعن فيه طف طف طف، طعنو مزيان 10 طعنات اللي عطاه تقريبا اللي حتى قتلو، وخلو تما كينزف وبقاو مريحين كيتفرجو فيه، وما قاسو لاش رهب، ما قاسو حتى حاجة، هادشي علاش البصمات ديالهم ما كانوش. ضرب داك الموس في جيبو وبقى كيشوف فيه حتى مات على خاطرو، جروه جروه لحتى خرجوه من الخربة وهزوه داروه في الطوموبيل ديالهم وجابوه لحتى لاحوه في جنب الطريق ديال هداك الفيلاج اللي حدا الدوار فين كان ساكن هداك نبيل، أرماه تمايا ومشاو في حالاتهم. وهداك مسعود ملي سولوه جرارمية واش علاش تاي زعما ما قدمتيش للمساعدة، ما قلتيش لينا شي حاجة مهمة ملي حنا سولناك، قال لي مخفت من الصداع والمشاكل، واحد الإنسان المسعود ضعيف الشخصية ولا يعتمد عليه، الصراحة هو ملي كان مع هذا كان بإمكانه أنه يعاون هذاك صاحبه ما توقعش الجريمة هذه، ولكن هو قرر أنه يهرب بحال الفيران، هرب في حالاته خلى صاحبه أنه تقتل وكملها باش ما عاونش الجدارمية وما عاون حتى شي واحد وما قال لي حتى شي حاجة. وقالوا لي الجدارمية ملي حنا مشينا سولنا والدي قالوا لنا انت ربطتي في الدار، كيفاش القضية؟ والدي كي عارفين شي؟ قال لهم والدي ما عارفين والو، ولكن انا وصيتهم الى جاو الجدارمية سولوكم عليا انا راني بت في الدار. صافي هما اللي داروا داكشي اللي قلت لهم. انا مشاو علموا الجدارمية هداك الوالدين ديال نبيل وقالوا لهم اش كاين ما كاين، وتحفظوا على هذاك عبد المالك وهذاك شعيب وهذاك مسعود. دابا نشوفوا الحكم هذاك عبد المالك مع ابو شعيب خوه تحكموا ب30 عام ديال الحبس، بينما هذاك مسعود تحكم ب5 سنين، يعني ما بلغش الجدارمية يعني وساهم في تمويه الجريمة وتضليل العدالة، عطاو لباباه 5 سنين ديال الحبس واستاهلها. السبب الرئيسي في هذه الجريمة هذه الأخت ديال نبيل، هي اللي هي الصراحة هي السبب في هادشي كامل، لأنها ملي طلقات مع داك السيد كان عليها تريح في الدار اللي حتى بغاها هوايا يرجعها، سيدي يرجعها بقوة القانون تولي مراته عاوتاني ويدبر راسو معاها، أو اللي يجيب لها الله شي ولد ناس آخر، وإنما هي اختارت الطريق ديال الحرام، ما بغاوش الطريق ديال الحلال، باغين سبحان الله العظيم الطريق ديال الحرام. بقات لي حتى خرجات على خوها ودمرات عائلة وشتات أسر، وهذه النهاية ديال الحلقة ديالنا. وكنبغي نشكر جميع الناس اللي كيعلقوا لي تعليقات زوينين، دابا انا كنريح كنصفح هذوك التعليقات هاد الشهر ولا مع الشهرين اللي كنا مريحين، صراحة تعليقات زوينة، الله يبارك فيكم والله يجزيكم بخير والله يرحم الوالدين. انا صراحه كانت القناه كبيره بزاف، كنت درت جائزه احسن تعليق ولا اكثر التعليقات ولا شي حاجه، ولكن للاسف قناه باقا ما طالعاش مزيان. المهم على اي حال الله يرحم لكم الوالدين، وكنشكر جميع الناس اللي كتنطوا ليا مهنه من المغرب او من الجزائر او من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، اي واحد كيتصنت ليه مهما كان. وكنبغي نشكر افراد القوات المسلحه بصفه عامه، لا من شرطه لا من قوات مساعده لا من قوات مسلحه لا من درك ملكي وقايه مدنيه، اي واحد مهما كان في اي جهاز فهو كيستاهل مني الشكر والتقدير على الانجازات اللي كيقوموا بها، والله يرحم لكم الوالدين وشكرا جزيلا.